بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على كل الأنبياء بدون استثناء. وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. أنتم منين ساكنين؟ في الأرض وفي الخزيق. أغلبكم كانوا عمارات بنيت بالحرام، وكانوا هكا على الطريق كما في الهند اللي شفت وانا شيء يخزي هؤلاء اللي لا ذوق لهم رفيع، ما لا على قحافة الطريق في الوسق وسخ الروحي والعقلي وسخ لا جمالي و على كل حال احنا خير أمة أخرجت للناس، ذوقنا رفيع فاخترنا من الأديان الإسلام بفضل الرحمن، واخترنا من الأرواح الطاهرة، واخترنا من العقول النيرة. آمن ريونانت بور اي بيريفيكاتريس، احنا عقلنا يطهرنا من الخزعبلات والروايات التي لا أساس لها من العلم ولا علاقة لها بالقرآن، وهذا اللي يخلي أغلب الأمة اللي تدعي أنها أمة الإسلام في تورط وتورط مع الرحمن. اللي قال وربي يسمو وميل براسه واستحسن سماعه، لكن خل من هنا خرج من هنا، لا تطبيق لا أثر لتطبيق ما جاء في القرآن، ولا صورة كالحة سيئة لهؤلاء اللي قام قال المسلم هذا. شبيك اسمي محمد، اسمي أحمد، اسمي المصطفى يا مصطفى. خليك من الحكاية تاني، هي جل الصعيب الإسلام، الحكاية مش تنتهي عند الأسماء، بل إنما الأعمال بالنيات. نيتك سنية عندها علاقة بالإسلام ولا عندها علاقة بالشيطان؟ أي ثبتوا رواحكم، وحنا نعرفوكم وزاد دي زورون تي دي كونفو اتسيترا اتسيترا، يعني تجاكم لا ريحة الإسلام فيه وزاد كونفو داخلين بعضكم، يعني ما عندكم حتى فكر الضيف دقيق فيه فائدة. والسلام على أهل محمد عليه الصلاة والسلام.